السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، من مقر مكتبنا حق وولنس للاستشارة الصحية لإعداد خطة حتى نستطيع مواصلة هذه الحملة نفع بنشر الوعي عن فوائد الصحي والعلاج للماء الساخن، الطب الحكوباثي. أدلة قصصية لمستفيدي العلاج بالماء الساخن أو الطب الحكوباثي هاكو ريفيتالايز ثيرابي. أدلة قصصية مرض جزر المعدي المرئي، أمراض الجهاز الهضمية، متلازمة القولون العصبي، الإمساك إلى آخره. تحسن صحة امرأة كانت تعاني من انتفاخ في البطن وسوء الهضم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز فارس، الله يفتح عليك فتح العرفين. أعلمكم بأنني مواظبة على العلاج بالماء كما وصفتم لي، وأشعر بارتياح كبير. كنت أعاني بانتفاخ في البطن وسوء هضم كبير. ترددت على كثير من الأطباء وتناولت كثير 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 من الأدوية، ولكن لا فائدة. طلبتم مني تحاليل جديدة لم أجري بعد، لأنني أمر بظروف مادية صعبة جدا، وأوعدكم حال تتوفر لي الظروف الملائمة سأمدكم بها. المهم أنني أشعر براحة كبيرة الآن، وكما وعدتكم بدأت أعمل في نشر دوائكم طبعا باسمكم الدكتور فارس الحجري. دمتم في حفظ الله، متمنية لكم مزيدا من النجاح والتألق، وأتمنى من كل من قلبي أن أراكم في يوم ما بتونس، وهذا حلم بإمكانكم تحقيقه، أو ربما في يوم ما أزوركم بالبلد الذي تقيم به، وهذا أبعد من الخيال لأن ظروفي لا تسمح. أختكم في الله، في الله، زينب. الحلال التي تليها: تحسن صحة مريض. والله يا دكتور، أنا جربت شرب الماء ونفع معايا. قبل ما كنت أصوم علشان معدتي تعبان كثير، وممنوع علي الصيام علشان يدخلني في غيبوبة، ولما جربت الماء الساخن شفيت تماما ورجعت الصوم عادي وأحسن من زمان. الله يوافقك يا دكتور، المهم الاستمرار وليس السرعة. الحالة التي تليها: شفاء مريض كان يعاني من بكتيريا المعدة خلال 7 أيام. السلام عليكم دكتور، وجزاك الله خيرا. أنا عندي بكتيريا في المعدة، والله الماء الساخن شيء لا يصدق. أنا منذ 7 أشهر أشرب الماء الساخن، والله علاج فعال. تسلم، والله يعطيك الصحة والعافية. الحالة التي تليها: تخفيف رجل من الغازات. دكتور فارس، أرجو ردك. لقد لاحظت من خلال شربي للماء الساخن يوميا على طريقتك إنه خفت الغازات ببطني، وأن كان أحيانا يصيبني إمساك، لكن لا يوجد إحساس بضيق أو ألم في البطن نتيجة الإمساك. فما هو تفسيرك؟ السؤال الثاني: هل الماء الساخن تأثير على الحالة النفسية وخصوصا
حالة الهلع. الحالة التي تليها: شفاء مريض كان يعاني من الإمساك لمدة 17 سنة. السلام عليكم، أنا كان عندي إمساك شديد لمدة 17 سنة، دومت على الماء الساخن مدة الشهر، تشفيت والحمد لله. الحالة التي تليها: شفاء مريض من القولون العصبية والحموضة خلال 2 شهر. أنا شربت الماء الساخن لمدة 2 شهر، شفيت من القولون العصبية والحموضة. هذا ما أردنا توضيح لكم، بوجود أشخاص كثيرين وجدوا فوائد صحية وعلاجية لأمراض متنوعة وكذلك فوائد صحية متعددة. فنرجو منكم جميعا، كل من الذي شاهد هذا مقطع الفيديو يعمل اشتراك، لمن لم يشارك يشترك، وكذلك يعمل إعجاب الفيديو وينشر حتى تعوم الفوائد للآخرين، وكذلك طلب لكل معارفكم ومن تتواصلون معهم بالاشتراك أيضا، لأن هي حملة تقود الجميع لكل من يسعى تحقيق الصحة الشاملة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. الكأس السادس منذ الصباح، أو الآن التوقيت عندنا محلي في أمريكا، الآن 5:30 مساء. كأس السادس، يعني ملتزم لا يقل عن 6 كؤوس ماء ساخن، وأحيانا أوصل 7 وأحيانا 8، وهذا يعتبر سادس، فأنني بعد هذه الحلقة سوف أقدم حلقة بالإنجليزي، أخذ كأس آخر، إذا 7 وأوصل المنزل أيضا أخذ كأس واحد في الليل بإذن الله تعالى. لذا ماء ساخن حياتي، ماء ساخن نفعني كثير ونفع الكثيرين إن شاء الله لكم أيضا.